البعض قد يظن أن زوال إسرائيل هو مصلحة فلسطينية. صحيح، هو مصلحة فلسطينية، ولكن ليس فقط، هو مصلحة العالم الإسلامي كله، هو مصلحة العالم العربي كله. لما بنقول مصلحة قومية، وهي أيضا مصلحة وطنية لكل بلد من بلدان المنطقة. هنا لا يمكن التفكيك بين المصلحة القومية والمصلحة الوطنية. إسرائيل خطر على الأردن وزوالها مصلحة وطنية أردنية. إسرائيل خطر على مصر وزوالها مصلحة وطنية مصرية. إسرائيل خطر على سوريا وزوالها مصلحة وطنية سورية. وهكذا أيضا إسرائيل خطر على لبنان وإزالة إسرائيل مصلحة وطنية لبنانية.